هلا بدنا نكمل يا ثامر. بالنسبة للمساحة الكلية حكينا إن هي عبارة عن المساحة الجانبية بالإضافة لمساحة القاعدة، والقاعدة هي عبارة عن مين؟ عن مربع. هلا في عندي شغلة تانية، إنه أنا في عندي هرم ثلاثي وفي عندي هرم رباعي. عندي هرم ثلاثي وهرم رباعي، تمام؟ هلا شو بيختلف هاد عن هاد؟ هلا هاد هرم وهاد هرم، بس اللي بيختلف فيه اللي هي مين؟ القاعدة. القاعدة هي اللي بتحدد لي هل هو هرم ثلاثي أو يا إما هرم رباعي. هلأ بالنسبة للهرم الثلاثي القاعدة تاعته مين؟ شو هي؟ مثلث. وبالنسبة للهرم الرباعي القاعدة اللي لإله هي عبارة عن مربع، تمام؟ فبهاي الحالة أنا بروح بنتبه على إنه هرم ثلاثي أو رباعي. طبعا أكيد بالسؤال حيكون مبين لك إنه هرم ثلاثي أو هرم رباعي بالسؤال، أما بالنسبة لإنه هرم ثلاثي أو رباعي هي عبارة عن قاعدة تاعت مين؟ تاعت الهرم. هلأ في عندي شغلة تانية، هلأ أنا لما يكون الهرم ثلاثي بدي أنتبه على محيط القاعدة وعلى مساحة القاعدة، لإنه الهرم لما يكون ثلاثي اللي هي قاعدته مثلث، يعني مساحة المثلث بتختلف عن مساحة الرباعي اللي هو يكون مربع، اللي هو ايش؟ مساحة المثلث ومساحة المربع مش زي بعض، محيط المربع ومحيط المثلث مش زي بعض، كل وحدة إلها ايش؟ إلها قانون، فبهاي الحالة لازم أنا ايش؟ أنتبه عليهم. هاي بالنسبة لمين؟ للهرم. هلأ نراجع بشكل سريع، حجم الهرم يساوي ثلث مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. طبعا عندي الارتفاع اللي موجود بالحجم هو عبارة من رأس الهرم لمنتصف القاعدة، أما الارتفاع في عندي بالمساحة الجانبية هو عبارة عن نص. نلاحظ هون عندي ثلث، هون عندي نص. نص ضرب محيط القاعدة، هي محيط القاعدة إذا كانت مربع إلها محيط، وإذا كانت مثلث إلها إيش؟ إلها قاعدة. ضرب الارتفاع الجانبي، الارتفاع الجانبي حكينا إنه هو من رأس الهرم لمنتصف أحد أضلاع مين؟ أحد أضلاع القاعدة. هلأ في عندي المساحة الكلية هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة مين؟ زائد مساحة القاعدة. طبعا أنا هون في عندي حجم الهرم القائم، هي موجود ثلث ضرب مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. ننتقل لهون. هلا هون في عندي كمان المساحة الجانبية لسطح الهرم، هي عبارة عن مجموع مساحات الأوجه، أو يا إما شو بحكي؟ المساحة الجانبية عبارة عن نص ضرب محيط القاعدة ضرب الارتفاع الجانبي. هلا المساحة الكلية هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. هاي بالنسبة لمين؟ للقوانين. هلا في عندي إيش؟ تطبيق عليهم. نروح على المثال الأول الموجود صفحة 114. أول إشي بيحكي لي جد حجم الهرم القائم الموضح جانبا، هي الهرم قاعدته. طبعا هذا الهرم هرم رباعي. ليه هرم رباعي؟ لأنه أنا في عندي القاعدة هي عبارة عن مربع، تمام؟ هلأ شو معطيك بهذا الإشي؟ معطيك بهذا الهرم معطيني طول ضلع تاع القاعدة. طول الضلع يساوي 5 سنتي، تمام؟ طبعا هو مربع، إذا جميع أطوال أضلاعه متساوية، 5 5 5 5. معطيني إشي تاني، معطيني هون 6 سنتي، بس انتبه الستة سنتي من رأس الهرم لمنتصف مين؟ القاعدة، فهذا هو عبارة عن عين الارتفاع، تمام؟ مش الارتفاع الجانبي، هو عبارة عن الارتفاع. هلأ هو إيش بده؟ بده حجم الهرم. حجم الهرم إيش بيساوي؟ هي عبارة عن ثلث مساحة القاعدة ضرب مين؟ ضرب الارتفاع. لما أجي أطبق عليها بحكي ثلث. هلأ مساحة القاعدة، مساحة القاعدة يعني هي عبارة عن مساحة المربع وتساوي الضلع تربيع. هلأ الضلع 5، فهي عبارة عن 5 ضرب 5، هي بين قوسين. ضرب الارتفاع، الارتفاع كم طلع معي؟ الارتفاع هو عبارة عن 6، فبحكي ضرب 6. هلا انا في عندي اختصار، هاي الثلاث فيها بواحد وهاي فيها باثنين، باجي بضرب 25 واحد، طبعا هاي واحد على واحد واحد، 25 ضرب 2 هي عبارة عن 50. هلا ايش الوحدة؟ سنتيمتر، لانه هاي بالسنتيمتر وهاي بالسنتيمتر، لكن هي عبارة عن سنتيمتر مكعب. ليش؟ لانه الحجم بالسنتيمتر ايش؟ المكعب. هاي بالنسبة لمين؟ هاي بالنسبة للمثال الاول اذا كان معطيني هرم رباعي ويحكي لي طلع لي حجمه.
تمام. هلا انت في عندك تدريب واحد صفحة برضو 114، بنطلع هرم قائم ثلاثي ارتفاعه 15، قاعدته على شكل مثلث، طول قاعدته 10 سنتي، جد الحجم. تمام. هلا اللهم صل على سيدنا محمد. جد الحجم، كيف بدك تجد الحجم؟ انه لانه هو مثلث، فبدنا ننتبه كيف نطلع مساحة القاعدة. بدك تعرف مساحة المثلث كيف، وبعدها تطلع مساحة مين، آسف، بعدها بدنا نطلع حجم الهرم. هاي بالنسبة للتدريب الأول. هلا بدي أنتقل على التدريب الثاني. طبعا هو بده الحجم، نفس القانون اللي فوق، بس بيختلف إنه هاي القاعدة هي عبارة عن مثلث ولازم ننتبه عليها. هلا بالنسبة للمثال الثاني، بيحكي لي جد المساحة الجانبية والكلية لسطح الهرم الموضح القائم الموضح جانبا. تمام. هلا هاي عندي هرم، هذا الهرم رباعي، قاعدته مربع. هلا طول الضلع يساوي 4 سنتيمتر، وهلا الارتفاع الجانبي من رأس الهرم إلى منتصف أحد أضلاعه، فالارتفاع الجانبي لإله هو عبارة عن 6. بحكي الارتفاع الجانبي يساوي 6 سنتيمتر. تمام. هلا انت بدك تنتبه على الارتفاع الجانبي، الارتفاع العادي تاع الهرم الاثنين بنرمز لهم بالرمز عين، لكن انا لازم ايش انتبه عليهم واعرف شو هو الارتفاع الجانبي وشو هو الارتفاع العادي، واميز متى استخدم هاد ومتى استخدم هاد. هلا اول اشي بده المساحة الجانبية، تطبيق مباشر. المساحة الجانبية هيها نص ضرب محيط القاعدة ضرب الارتفاع الجانبي. هلا نص، تمام، ثابتة، بتنزل. محيط القاعدة، القاعدة مربع، ومحيط المربع يساوي عدد الأضلاع ضرب طول الضلع، أو يا إما قانون اللي هو نفسه بيعطيني نفس النتيجة إنه مجموع أطوال الأضلاع. يعني عندي أنا 4 أضلاع وكل واحد طوله 4، فبجمع 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 ضرب الارتفاع الجانبي لمين؟ للهرم القائم. الارتفاع الجانبي للهرم القائم هي يطلع عندي كم؟ 6. فبضربهم ببعض. هلأ مبدئيا أول شي لازم أطلع الناتج ما بين الأقواس، 4 زائد 4 8، و4 12، و4 16، إذا هدول مجموعهم 16، صار نص ضرب 16 ضرب 6. هلأ هاي فيها بواحد، وهاي فيها 16، كمان 2 فيها؟ فيها ب8. تمام. هلأ صفى عندي 1 ضرب 8 ضرب 6 ويساوي 48 سنتيمتر مربع. ليش بالمتر المربع؟ لأنها هي عبارة عن مساحة، والمساحة بالإيش؟ بالسنتيمتر المربع أو المتر المربع أو الديسيمتر المربع، بغض النظر، المهم إيش؟ تربيع. هلأ المساحة الكلية هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. المساحة الجانبية معي هي 48 زائد مساحة القاعدة. هلأ أنا عندي القاعدة هي عبارة عن مربع، زي ما حلت بالمثال الأول إنه مساحة القاعدة هي عبارة عن الضلع تربيع، فبحكي هاي مساحة القاعدة مين؟ المربع، ويساوي الضلع تربيع، ويساوي 4 ضرب 4 ويساوي 16. فأنا لما أجي أجمعهم 48 زائد 16 وتساوي 64 سنتيمتر مربع. هاد بالنسبة لمين؟ للمثال الثاني. ننتقل على التدريب 2 الموجود صفحة 115. بيحكي لي هرم ثلاثي قائم، طول قاعد طول ضلع قاعدته تساوي 6 سنتيمتر، ارتفاعه الجانبي 8، جد مساحة سطحه الجانبية. ثم تحقق من الحل، بده المساحة الجانبية، بطبق على القانون وبيطلع معي إن شاء الله، بيطلع معي الجواب 72 سنتيمتر مربع. وهيك بيكون خلص الدرس يا ثامن. إن شاء الله حيكون عندنا تدريب 1 وتدريب 2 الموجودين صفحة 114 وصفحة 115 واجب عندنا إن الله أراد. يعطيكم العافية.